أقول كان من بداية الحجر الصحي بسبب الوضع كورونا، فاضطرينا إنه إحنا نقعد في البيوت نسيب الجامعات والشغل، فهذا الإشي ولد فراغ عنا، فصرت بدي أشغل إشي جديد أوظف فيه هويتي الفنية كفنانة وبنفس الوقت يكون مصدر دخل لإلي. بلش إني أرسم الشخصيات الصوفية وأرسم بالخيط أو خيط الصوف، بلشت شخصيات بتفاصيل بسيطة هي الأبيض والأسود بغرز مش دقيقة، يعني كان في الإشي لسه تدريب أولي عليه، بعدين شوية شوية صرت أفصل فيه وأشرح في الوجه أكتر وأرسم بتدرج رمادي أبين ملامح أكتر. إقبال من الناس كان إقبال كتير حلو، التعليقات الإيجابية على التقارير أو على الصور اللي كانت تنزل على الإنترنت